حطيت كل شيء متوفر ويوجد عدل وبين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيف بن عمير. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ميدان اللبسة عبر هذه الانطلاقات التي تأتي في هذا الصباح أشواط خصصت لسن الإذاع. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه ذخرا وسندا لهذا الوطن الغالي. هنا مشاهدينا الكرام انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا السابع خصص للقعدان لإذاعة المحليات الأصايل، مسافتنا هي 6 كيلومتر. نذهب مباشرة وجائزة الشوط سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول. إذا مقدمة الشوط مباشرة ومع المركز الأول لنتعرف على الصدارة، من يعلن حضوره في هذا الصباح ويتكفل بمهمة الشوط وقيادة مع الانطلاق الأول مع المسار الأول. هنا يسيطر مع البداية يحمي الحدود ويدحر الضد. الوصول مشاهدينا الكرام من مروح عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي، من يقدم لنا مروح على الصدارة ثاني المراكز. مشاهدينا الكرام الواصل والمنطلق في هذه اللحظات، يا سلام مياس دنان بن فالح بن سيف الشامسي من يقدم لنا مياس الوصول مع المركز الثاني من الجانب الآخر. من بدأ يتدخل وينطلق رعد، تعود الملكيه للشيخ أحمد بن عبد الله بن ركاب العامري من يقدم لنا رعد. المركز الثالث مشاهدي الكرام بدأ الوصول والقدوم في هذه اللحظات، يا سلام من بدأ ينطلق مع المركز الثالث من الجانب الآخر. هنا يتسلل في هذه اللحظات أرى اللي هو مشاهدي الكرام جلباب مبارك بن محمد بن عنوده العامري من يقدم لنا جلباب مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز ياتينا شاهين عبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري من يقدم لنا شاهين الوصول والقدوم في هذه اللحظات. يا سلام يا متعب، هنا من يقدم زيدان سعيد بن حمد بن عبد الله بن فلك الكتبي وصل مع المركز الخامس الوصول مع المركز السادس المنطلق. والآتي هنا طواف سالم بن عبيد سالم بن عيد بالغبش العامري من يقدم لنا هذا الاسم القادم أحلى. وصل في هذه اللحظات هيمان خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي والوصول مع المركز السابع ينطلق أرى اللي هو هرمز محسن بن علي بن سعيد العويسي من يقدم لنا هرمز مع المركز الثامن. تاسع المراكز ينطلق مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري. وفي عاشر المراكز مشاهدينا الكرام بدأ الوصول والانطلاق من رعد حسين بن سهيل بن سالم بن راضي المحرمي. هكذا النتيجة، هكذا الانطلاق الأول، المسار الأول، ندائنا الأول هنا في هذا الشوط. يا سلام لا يقل أهمية السيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول. وما زال المسيطر مياس مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. دنان بن فالح بن سيف الشامسي مع مقدمة الشوط مسيطر بكل قوة وبكل جدارة. يا سلام المركز الثاني ياتي مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز طواف سالم بن عيد بالغبش العامري من يقدم لنا طواف. ولكن القدوم هو الوصول، يا سلام وصل هرمز وصلكم هرمز، تعود الملكية محسن بن علي بن سعيد العويسي من يقدم لنا هذا الشعار والاسم لهرمز مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والوصول والانطلاق من طاغي سيف بن مسلم بن قنزول العامري من يقدم لنا طاغي القادم أحلى. وصل هنا وصل مفجر سهيل بن حمد بن وقاش بن محمد العامري الأسامي بدأت تتدخل الكل بالناموس والفوز طعمه غير في مهرجان سيدي أبو خالد. وصل مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري يا سلام الأسامي بدأت تتدخل هنا والكل بدأ ينطلق من أجل الفوز والناموس والسيارة. يا سلام
القادم هنا والواصل لهيمان خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي وصل في هذه اللحظات يتقدم من مركز إلى مركز، ولكن مروع عبد الله بن مبارك بن عامر الأحبابي بدأ يتدخل، ومن الجانب الآخر هناك قلباب، يا سلام يا قلباب، مبارك بن محمد بن عنودة العامري، والوصول والقدوم في هذه اللحظات من الذيب. الذيب تعود الملكية مشاهدي الكرام، من يقدم لنا في هذا الشوط هنا ينطلق بكل قوة وبكل جدارة، يأتي مشاهدينا الكرام بهذا المسار بهذا الانطلاق، مبلش سيب بن مصبح بن مطر الخيل، ولكن نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام يا مياس، يا سلام يا مياس، إن لم يكن الصدارة هناك مع مياس، هو المسيطر بالفعل، مسيطر بكل قوة، دنام بفالح بن سيف الشامسي يبي هذا الفوز، يبي الناموس، يا سلام يا سلام يا مياس، آه يا سلالة مياس تسيطر على الأوضاع بأكملها منذ انطلاق الشوط، وهي مسيطر هذه السلالة، سلالة مياس، وبالفعل صدق من قال ما دام عندي ولد مياس يحب يهبني من مطلعي كوس، بالفعل بالفعل يا بن فالح الشامسي، دنام بن فالح بن سيف الشامسي مسيطر مع الناموس، أذكركم بأنه هو 2 كيلومتر عن السيارة، 2 كيلومتر عن الفوز، 2 كيلومتر عن الناموس، من اللي وصل يا أبو عبد الله الواصل أحلى، انطلق مشاهدي الكرام يأتي بهذا المسار والتقدم الممتاز، وصل طاغي سيف بن مسلب بن قنزول العامري، يا سلام أهالي المصانع الجنوب قادمين بكل قوة، مشغل سلطان بن محمد بن هويمن العامري، ينطلق مشاهدينا الكرام حواس، وصل حواس، حواس لسهيل بن حمد بن سالم بن سلوم، من يقدم بن سلوم، من يقدم لنا حواس يتقدم في هذه اللحظات، ولكن القادم أحلى، وصل هرمز محسن بن علي بن سعيد العويس، يا سلام الأمور هنا بدأ يسرع الشوط، بدأ الانطلاق، بدأ رقص الإذاع مع الإبداع، يا سلام القعدان هنا مشاهدينا الكرام المحليات الرسائل، نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى مياس، مياس يا مياس، هو مغادر الجميع، متوجه إلى خط المستقيم إلى ناموس هذا الشوط إلى الفوز والانتصار، من يقدم مياس مشاهدين الكرام دنام بن فالح بن سيف الشامسي، يا سلام يا مياس، ولكن أرى القدوم، هنا هجوم مكثف في هذا الشوط، هنا مشاهدين الكرام يا وياما من القعدان قادمات من أجل الفوز والناموس، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، وصل هنا وانطلق هرمز، والقادم مشاهدينا الكرام والمنطلق من الجانب الآخر ياتي حواس، مشغل سلطان بن محمد بن هويمل العامري، ولكن مياس، يا سلام يا مياس، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من سليل محمد بن الويهي بالهي اللي حافي أول إذاعة لشعار هنا هداف الرموز، شعار ممثل السلطنة الدائم، وصل مع الأمتار الأخيرة ويقدم لنا سليل، ولكن نعود والقادم أحلى، يتقدم مشاهدينا الكرام هنا مرحباني ومرحباني أول إذاعة له ناصر بن محفوظ بن خميس اللي نبي، يا سلام مرحباني مرحباني، من يقدم هذا الانطلاق مع المركز الثاني، ولكن هناك القادم والواصل والمنطلق حواس، حواس ومياس ومرحباني، يا سلام، ولكن اللي تسلل اللي انطلق الله شاهين سعيد بن سطيف بن شلبوت الخيالي، يا سلام، ثلاثة من القعدان سليل يتقدم مع المركز الرابع، تعود الملكية مشاهدي الكرام، يا سلام يا سليل، سليل قادم بكل قوة، إن لم يكن الراي له والناموس، يا سلام، ما بين سليل وما بين حواس، حواس وسليل، حواس تعود الملكية، من يقدم مشاهدي الكرام في هذا الشوط سيل بن حمد بن سالم، سليل تعود الملكية لمحمد بن الوهي لحافي، يا سلام يا حواس، ما سلم الصدارة، سلم الناموس لحاله، والفوز والانتصار أن يهديه مالكه، مشكور مشكور مشكور، وأسعد الله صباحك يا بن سلوم على هذا الفوز، سيل بن حمد بن سالم بن سلوم على هذا الانتصار والناموس مع السيارة، من قدم لنا حواس للمركز الأول، المركز الثاني سليل لمحمد بن الوهي لحافي، المركز الثالث
كان من نصيب مرحباني ناصر بن محفوظ الينيبي المركز الرابع. مشكرك يا متعب. المركز الرابع وصل شاهين سعيد بن شطيط من شلبود الخيلي خامس المراكز. كان من نصيب هرمز محسن بن علي بن سعيد العويسي. نذهب إلى التوقيت الزمني مباشرة 9:25 وفاء وتمام تهانينا والناموس لمالك حواس هيل بن حمد بن سالم بن سلوم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سليل قطع المسافة الزمن وقدره 9:26 وفاء وتمام تهانينا والناموس لمالك محمد بن الويه بن الهيلي حافي على هذا الفوز والانتصار. والتهني لممثل السلطنة الدائم على هذا الفوز. المركز الثالث 9:28 أربعة من الأجزاء من وصل مع المركز الثالث. مرحباني تعود الملكية لناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي. هكذا النتيجة. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين.